خمسة شهور انقضت ولا يزال قادة ورموز ثورة الرابع عشر من فبراير المعتقلين في سجن جو بالبحرين محرومين من العلاج، وفي مقدمة هؤلاء القادة الأستاذ حسن مشامع والدكتور عبد الجليل السنكيس. الصمود يتبعه ناس. تمعن السلطات في الانتقام من قادة الثورة كما هي تنتقم من الناشطين والمعارضين السياسيين، فالعائلة الخليفية لم تكتف بإصدار حكم بالسجن المؤبد على الرمزين، ولكنها ترفض تقديم العلاج اللازم لهما بالرغم من حاجتهما له. فالدكتور السنكيس الذي يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال، ساء وضعه الصحي في المعتقل إثر رفض سلطات السجن تقديم العلاج له، مشترطة ارتداؤه لزي السجن وتقييده بالأغلال، وهو ما رفضه الحر السنكيس. وأما الأستاذ حسن مشيمع فقد حرم من الفحص الطبي الدوري منذ 8 شهور بالرغم من ضرورة إجرائه كل 6 شهور. السلطات الخليفية لم تصغي لنداء عدد من المنظمات الحقوقية التي دعت إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، وأما حماتها الدوليين وفي مقدمتهم بريطانيا فقد ادعت وزارة خارجيتها أنها أثارت الموضوع مع الخليفيين، لكن أي تغيير لم يحصل على أرض الواقع. هذه الإجراءات التعسفية بحق قادة الثورة التي تتزامن مع حملة قمع غير مسبوقة تشهدها البلاد تثبت عز الخليفيين وفشلهم بإطفاء نار الثورة التي اندلعت قبل أكثر من 6 سنوات ولا زالت تتردد أصداؤها في طرق وأزقة البحرين. يسقط حمد، يسقط.